ثاني السؤال ابو طلال، وش نظرتك انت كفيصل، مو هو انت كمنشد، كفيصل عن البرامج الواقعيه بشكل عام؟ نظرتي للبرامج الواقعيه كانت مغايره عن اللي عشته، يعني ما كنت اتوقع انها مختلفه كذا تماما. نبغي اللي انت عشت انت، ونبغي وش انت شفت انت. طيب كل اتوقع الكل يعني كان يتوقع شيء وحصل شيء مع الـ 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 الامور ومع الاحتكاك ومع الـ 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 يعني كل ما يحصل في البرامج. هل في انت توقعت انت افضل وصار أسوأ، ولا توقعت انت أسوأ وصار افضل؟ لا بقول لك، شوف ما والله ما نلحق جزات برامج الواقع ولا نلحق جزات قناه الواقع في نقطه مهمه، الا وهي انها اختصرت علينا وقت يعني واجد او سنين صراحة اختصرت علينا في الشهرة، يعني في مجال الشهرة اختصرت علينا الشيء الواجد في أيام معدودة، في 3 شهور. فهذا شيء يحسب لبرامج الواقع أو لقناة الواقع، ولا راح نلحق جزاهم بذا الشيء. بالنسبة لي أنا أشوف أنها كانت نقلة صراحة، وعرفتني هل النشام اللي مثلكم شرواكم يا الله العظيم، وبرزت فيها موهبتي وبرزت فيها الرياليتي. برامج الواقع اتوقع كانت نظرتي لها انها تعيش على سجيتك، تعيش على طبيعتك. هذا اللي قاعد يصير. وش اللي صدمك في برامج الواقع؟ لبيه، وش اللي صدمك في برامج الواقع؟ اللي صدمني الفقرات، الفقرات تزرع الاغدر هذا. لا صراحة شوف والله انصدمت من اشياء واجد يعني، بس نعم ما تذكر. لكن عندك فعلا كيف اقول لك، اني الصدق داخل بقدم موهبة، اكتشفت اني لا والله داخل عيش على طبيعتك على سجيتك. لازم وانت تشوف ان البرامج الواقعية ما تدعم السجية، انك انت تعيش على سجيتك؟ لا ما بعلى كل حال، بعض الحين لازم انك تكون شوي يعني ماسك. صح، تكون ماسك نفسك، ماسك نفسك عن تصرفاتك، تحسب لان في مشاهد وفي عالم، لازم تقدر ذا الشيء. زين كلمه ورضغطه اللي احنا نشوفه احنا يا اخوياك وكردة فعل الجمهور، والجمهور يثني عليكم كلكم بلا شك. لب والله ان فيصل عاده ماسك نفسه للحين، ما عطى العنان الروح، تأيد ولا تعارض؟ بالعكس والله اني اشوف اني اتوقع اني اعطيت ما عندي. اعطيت انت ما عندي؟ اي والله. طيب انا بجي